السلام عليكم. سانا، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مسياف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وكالة سانا بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف معادية في سماء مسياف بمحافظة حماس وسط سوريا. وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أنه يجري التأكد من أصوات انفجارات في المنطقة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الدفاع الجوي تصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الواقعة وسط سوريا، بينما ذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية أن العدوان استهدف نقاط طريق مسياف وادي العيون، إضافة إلى محور البحوث وجب رملة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.